كتلة صماء، بس كتير من الناس شافوها وسيلة ليعبروا فيها عن مشاعرهم واللي بداخلهم. كتبوا عليها كلمات وحروف، بعضها عبرت عن حب وعشق، وبعضها عبرت عن غضب وكبت. صارت مرآة عاكسة لكل شيء بداخلهم، آمالهم، أحلامهم، أحزانهم، تطلعاتهم. كبيرة هي الطاقات وكثيرة هي المواهب التي يمتلكها شبابنا، وخصوصاً الجامعيون منهم. ولعل آخر ما نحبه ونشجعه من تلك الطاقات والمواهب هي الكتابة على الجدران. فما أن تدخل إلى إحدى جامعاتنا أو صروحنا التربوية حتى ترى بعض جدرانها دفاتر للعشاق يسطرون عليها معاناتهم وخواطرهم، أو منبراً يعبر فيه الحاقدون أو المكبوتون عما يجول في أذهانهم. تجي على الطالب منه يخربش على الحيط يعمل خربشة. بني آدم حبيب يحب يعمل، بما بلاقي حدا يسمع له بروح يخربش على الحيط. بني آدم كانت عنده مشكلة في مادة، مشكلة مع دكتور، ما لقى حد يسمع له ولا راح يطلع عليه. مستحيل عميد يجي يجيب دكتور ويبهدل الدكتور عشان طالب، هذا إشي أكيد لا. يعني بيجيب الدكتور، بيجي وين؟ على الحيط. برضه ببلش على الدكتور 1 2 3 4. أسباب الخربشة أما فراغ عند الشباب، ما بلاقي إشي يكتبوا، بتكون بده رقم يكتب على الحيط، بلكن بنت هيك حبت ترن، تعتبره مقسم يمكن ترن هيك مشان تتعرف. واحد سوى زيه صاحبه بده يلحقه، والصاحب ساحب، يعني بتكون هيك أسباب. الأخصائيون النفسيون يفسرون هذه الظاهرة السلبية على إنها حالة نفسية عابرة يفرج الفرد فيها عن كربه أو همه. الجدران هي ظاهرة بدأت تنتشر في مجتمعنا بشكل يعني غريب نوعا ما، إلى درجة أنها وصلت إلى ليس فقط الكتابة كما كانت عليه العادة في أجلكم الله الحمامات، التي تتطور لتصبح في ممرات على أبواب مكاتب أعضاء التدريس أو الإداريين، وحتى في قاعات التدريس. معظم هؤلاء الأشخاص الذين يضعون عبارات، هي عبارات يعني أحيانا هي تمجد العشائرية أو عشائر معينة، أو في كثير من الأحيان هي تعبر عن مشاعر عاطفية نحو الطالب أو طالبة ما. الكتاب على الحائط وعلى الجدران والمقاعد الدراسية هو موضوع يعني بكون مرض نفسي عند الشخص، أو ظروف البيت عنده مش لائقة وغير مهذب يعني. الجميع يتفق على أن ظاهرة الكتابة على الجدران ظاهرة غير حضارية، وليست هي المنبر المناسب للتعبير عن الذات وجود العديد من المجالات والنشاطات التي توفرها الجامعات لطلبتها.